السلام عليكم ومرحبا بكم في قافلة قطار المناح. حنا متواجدين في المحطة والمدينة ديال الناظور. الناس ديال الناظور رحبوا بنا أحسن ترحاب. يلا بينا نشوفوا الجديد ديال الفعاليات قطار المناح. يلا مشينا لمشينا. بانوا لنا واحد الطلبه ديال الكليه متعدده الاختصاصات هنا في مدينه الناظور، غادي نسولهم شنو جاوا يديروا اليوم في اطار قطار المناخ. احنا جينا شاركنا بواحد الموضوع هو الواسدي. الهدف ديالو الاساسي هو نحدو تنوع الميكروبيولوجي في المحيط ديالنا، وبواحد الطريقه سميتها الميتوجينوتيك، استدير يعني سيكونساج ديال لادي ان باش نحدو لي زيسبيس اللي كاينين عندنا في المحيط ديالنا. هذا لو بروجي قرر انه يدخل حتى لي سيتويان حتى هما يبارتيسيبيو باغ باش طلق ماي او اس دي، استدير كان عطيو فرصة لي سيتويان انهم يشاركوا حتى هما يمشيو المراكز الخاصة ب او اس دي وياخذوا لي كيت دي شانتيوناج، كيوليو حتى هما كيبريلفيو لو كيصيفطوا هاد لي زماليت كنعاونوا بهم لي دكتوران ولي ماستر وحتى الطلبة اللي مقبلين على ليسونس ديالهم، وكنعاونوهم في هادشي. وحنا جينا هنايا باش نمثلوا الكلية، وثانيا باش نمثلوا البارتي ديال المغرب هنايا ديال او اس دي في قطار المناخ. تلقينا مع الأستاذ حسن غزال وغادي نسولو على الهدف من هذه الدراسة. تفضل أستاذ. قبل أن نتكلم على الهدف من الدراسة في حد ذاتها اللي كنحاولوا فيها باش نكتشفوا الكائنات المجهرية الموجودة في البحار المغربية، اخترنا بطبيعة الحال البحيرة ديال مارتشيكا بالناظور كنواة أولى، ولكن المشروع يتسع، يحتوي أيضا مناطق في المتوسط في المضيق وفي الأطلسي، ولهذا اهتمامنا بالميكروبات اللي موجودة داخل البحر. الهدف منها هو نشوفوا الآثار ديال التلوث، الآثار ديال التغيرات المناخية على هاد الميكروبات، لأنه كنعتقدوا أن السرعة اللي كتنمو بها الميكروبات كتخلينا نستعملوهم كمؤشر فعال لأي آثار يمكن تحدث التغيرات المناخية. وهذا هو الهدف الأساسي من هذا المشروع العالمي اللي لنا في المغرب الشرف باش نشاركوا فيه تحت تمويل ديال الاتحاد الأوروبي. قطار المناخ قادم من مدينة الناظور المتوجه نحو محطة وجدة يغادر المحطة بعد قليل. الخبر في راسكم، تهلاو في راسكم، وبيناتنا قطار المناخ. قدم لكم هذا البرنامج.